ملكوش ما يونو حسولي خلدحتي ملكوش ما يونو حسول الخلدة تينالوس صلوا على إيمة المراد صباح الخير، أهلا وسهلا بالجميع، وزيارة مقبولة لمزار سيدة لبنان. قديسنا اليوم هو بأحد بشارة العذراء مريم على نية كل ضحايا السير في لبنان وخارج لبنان في ذكرى العالمية لضحايا السير يلي بتنظمها مع إدارة مزار سيدة لبنان منظمة الياز. المجد للآب والابن والروح القدوس من الآن وإلى الأبد. يا ابن الآب السماوي، يا من حسن في عينيك أن تكون ابن مريم البتول، فأقبل جبرائيل رئيس الملائكة مبشرا حاملا سلام الآب إلى المباركة بين النساء. أعدنا لاستقبال ميلادك المجيد بالفرح والابتهاج، ونرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. Send me.
فرخمو ربون لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب الذي أرسل إلى الناصرة جبريل مبشرا وإلى الابن الذي حل في مريم فصار هو البشرى وإلى الروح الذي قدس البتول وتمم السر العجيب برخمو ربون الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا العيد وفي كل أيام حياتنا إلى الأبد المجد لك أيها السامي من شئت أن تسكن مع بني البشر أنت القوة التي حلت في البتول الطائرة فظهرت إلهاً متجسداً لذلك نهتف اليوم قائلين طوبى لك يا مريم لأن ابن الله اختارك له أماً طوبى لك لأنك عتقت آدم أباك طوبى لك لأنك مجد الشعوب وفخر الأجيال والآن نسألك يا كلمة الله على عطر هذا البخور امنحنا برحمتك غفران الذنوب ومواهب الروح هب الرعايا أمانا والأديار سلاما والكهنة وقارا والشمامسة نقاء والشيوخ جلالا وامنح الوالدين كرما والشبان عفة والأطفال تربية قدس الرهبان والرائبات انشر الحق والمحبة في كل الأقدار أرح الموتى المؤمنين في ملكوتك الأبدي برخمو ربون ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد آمين أنا سولو تقولي أنت والأنا تبين جبريل جاء يبشرك مرسل من رب أعظم جاء بالطهر يكللك وبروح القدس يا مريم ودنا بالنور يحييك يا مبارك في نساء العالم يقول لك يا مريم تلدين لنا الرب الأعظم جاء يبشرك مرسل من رب أعظم جاء بالنور يكللك وبروح القدس يا مريم جميل جاء يبشرك مرسل من رب أعظم جاء بالطهر يكللك وبروح القدس يا مريم وبحبل من دون دنس تلدين مسيحا منتظرا وبحبل من دون دنس تلدين مسيحا سيضاء به ليل الدنيا ويكون للظلمة قمرا جبريل جاء يبشر مرسل من رب أعظم جاء بالطهر يكلمك وبروح القدس يا مريم جبريل جاء يبشرك مرسل من رب أعظم جاء بالطهر يكللك وبروح القدس يا مريم برخمو ربون أيتها البتول الطاهرة التي عطرت العالم برائحة المسيح الطيبة أنت الغمامة التي سكبت الندى على المسكونة
ابتهلي معنا إلى وحيدك ليقبل بخورنا ويفيض علينا في ذكرى بشاراتك نعمه السماوية، فنشكره وأباه وروحه القدوس إلى الأبد. أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطية، وبارك يا سيدي. المجد لسيد بولس والرسل، والتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذا المزار وزواره إلى الأبد. يا إخوتي، كبشر أقول إن الوصية وإن كانت من إنسان إذا أقرت لا أحد يبطلها أو يزيد عليها. فالوعود قيلت لإبراهيم ولنسله، وما قيلت ولنسله كأنه لكثيرين من يزيد عليها. فالوعود كأنه لواحد وهو المسيح، فأقول هذا إن وصية سبق الله فأقرها لا تلغيها شريعة جاءت بعد 430 سنة فتبطل الوعد. وإذا كان الميراث من الشريعة فهو لم يعد من الوعد، والحال إن الله بوعد أنعم بالميراث على إبراهيم. إذا فلماذا الشريعة؟ إنها أضيفت بسبب المعاصي حتى مجيء النسل الذي جعل الوعد له، وقد أعلنها ملائكة على يد وسيط وهو موسى، غير أن الواحد لا وسيط له والله واحد. إذن فهل تكون الشريعة ضد وعود الله؟ حاشا، فلو أعطيت شريعة قادرة أن تحيا لكان التبرير حقا بالشريعة، ولكن الكتاب حبس الكل تحت الخطيئة لكيما بإيمان يسوع المسيح يعطى الوعد للذين يؤمنون. والتسبيح لله دائما. تعظمون
نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام لجميعكم. من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال لوقا البشير في الشهر السادس بعد بشارة زكريا: أرسل الملاك جبرائيل من عند الله إلى مدينة في الجليل اسمها الناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم. ولما دخل الملاك إليها قال: السلام عليك يا مملوءة النعمة، الرب معك. فاضطربت مريم لكلامه وأخذت تفكر ما عسى أن يكون هذا السلام. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك وجدت نعمة عند الله، وها أنت تحملين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، ويكون عظيما، وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله عرش داود أبيه، فيملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لا أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك، وقدرة العلي تظللك، ولذلك فالقدوس المولود منك يدعى ابن الله. وها إن أليصابات نسيبتك قد حملت هي أيضا بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك التي تدعى عاقرا، لأنه ليس على الله أمر مستحيل. فقالت مريم: ها أنا أمة الرب، فليكن لي بحسب قولك. وانصرف من عندها الملاك. حقا والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركة، من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركة. أخوتي الأحبة، اليوم عم نجتمع بمناسبات ثلاثة، هي مناسبات بتجمعنا كلبنانيين مع بعض. المناسبة الأولى مناسبة دينية، هي بشارة الملاك للعذراء مريم. والمناسبة الثانية مناسبة وطنية، وهي عيد العلم،
والمناسبة الثالثة وهي مناسبة اجتماعية وعالمية وبتخصنا جميعاً، هي اليوم العالمي لضحايا السير. المناسبة الأولى وهي مناسبة دينية بشارة العذراء مريم من الملاك جبرائيل، بتجمعنا نحن اللبنانيين مسلمين ومسيحيين، وكلكم بتعرفوا مكانة العذراء في القرآن الكريم وإكرامها من قبل المسلمين، واللي انذكرت في القرآن بسورة عمران وبسورة مريم، وهالمقطع بالذات البشارة يلي ذكر في القرآن الكريم. وهالعيد مش من زمان أصبح عيد وطني لكل اللبنانيين، لأنه مريم بتجمعنا كلنا سوا تحت كنفة. وإذا بدنا ناخذ عبرة من هالعيد، هي كلمة مريم للملاك، كلمة نعم، ليكن كما يريد الرب. وهالكلمة يا ريت كل واحد منا بياخدها بزيته وقت اللي بيكون بحيرة، وقت الرب بيلهمنا على عمل الخير، وبعض الأوقات بنضلنا مترددين وبنحسب ألف حساب قبل ما نقول لتكن مشيئتك وليكن كلامك، ونحن بنسلم إيدينا وبنسلم ذاتنا وإرادتنا مثل ما سلمت العذراء بكلمة نعم. كلمة نعم يلي قالتها العذراء للملاك هي كلمة إيمان بربنا، هي كلمة رجاء إنه اللي بيقول نعم للرب لا يخزل أبداً، مثل ما مريم ما كان في بحياتها ندم على هالكلمة. خلينا يكون عنا شجاعة، لأنه بعض الأوقات النعم يلي بنقولها بدها شجاعة كبيرة تنقول نعم للنعمة ولا للخطية. وقديش الإنسان اللي بيسلم حاله للرب لا يهلك أبداً. المناسبة الثانية مناسبة وطنية، عيد العلم يلي بيسبق عيد الاستقلال. هالعيد مختلف عن عيد الاستقلال، بيوحدنا جميعا كلنا لبنانيين تحت راية واحدة، وما حدا بيعرف قيمة بلده وقيمة الوطن إلا يلي اتشرد من وطنه أو هجر من بلاده أو احتلت أرضه. وما حدا بيعرف قيمة العلم الواحد الجامع اللي بيرتفع على أرضنا محادي كل الأعلام الصغيرة اللي بتتقاسم هالأرض. وحدة العلم هي مسؤولية جماعية وفردية، علينا جميعاً كأفراد وكجماعات وكمجتمع اللواء لوطن واحد وراية واحدة ترفرف فوق بلدنا، ولا يكون عنا انتماءات إلى الخارج بل إلى هالوطن وإلى هالعلم الواحد. نشكر ربنا على أنه بلادنا موحدة، عنا علم واحد بنقدره بحياتنا. نشكر الرب على بلادنا الموحدة تحت هالراية الواحدة. والمناسبة الثالثة هي مناسبة اجتماعية، اليوم العالمي لضحايا السير. إذا كانت المناسبتين الأولين يعني عيد البشارة وعيد العلم أعياد فرح وابتهاج، هيدي هالذكرى أكيد أليمة وفيها حزن وفيها أسى على الذين فقدناهم من جراء سوء القيادة والتهور وعدم احترام القوانين السير. ونحن بسيدة لبنان كما درجة العادة منذ 9 سنوات بالتعاون مع اليازا
نحتفل بهالبازيليك وبهالمزار بهاليوم العالمي، تنذكر الناس من المنبر الديني ايضا انه هيدا واجب مقدس وطني ومسؤولية على الجميع. كلكم سمعتوا بإحصاءات منظمة الصحة العالمية يلي بتقدر إنه كل سنة في 1,300,000 قتيل بالعالم وأكثر من 50 مليون ضحية من ضحايا السير من جريح. هالأرقام مخيفة جداً إذا ما تحدثنا عن الأرقام الموجودة ببلادنا، ولكن خلينا اليوم نتخطى حزننا وفقداننا لأحبائنا حتى نلتزم أكثر بهالقضية بالذات، قضية العمل لتجنب ضحايا جديدة بوطننا. ومثل ما كان خدمة العلم وعيد العلم مسؤولية جماعية وفردية، كمان قضية السير هي مسؤولية جماعية وفردية بتحتم على كل واحد منا. أولاً يبلش بذاته باحترامه لقوانين السير، يربي في العيلة تربية صحيحة على هالثقافة بحد ذاتها. وكمان من واجبنا حس السلطات المعنية على المزيد من العناية والسهر لتخفيف مسببات هالحوادث المؤلمة والتعاون مع المسؤولين، لأنه ببعض الأحيان نحن بنترك المسؤولية على غيرنا. كل إنسان بطبعه بيقول مش الحق علي، الحق على الآخر، الحق على الدولة، الحق على الوزير، الحق على المسؤولين. ولا مرة بيقول الواحد خليني شوف أنا وين الجزء اللي أنا مسؤول فيه عن هالتردي الأوضاع هيدي. خلينا يكون في عنا تضامن ومساهمة مع الدولة والسلطات، وتكون ورشة واحدة نعبر فيها ونعتبر نفوسنا معنيين بهالقضية يلي بتهمنا وبتطالنا جميعا. ولا واحد منا فقد عنده أحد الأعزاء لإله كان يفكر يوماً ما إنه هالمصيبة بدها تمس فيي أنا ببيتي بحياتي. خلينا نعتبر من هالأمور ونقدم قداسنا على نية جميع هالضحايا يلي كانوا ضحايا السير. لذلك هلأ مع تقدمة الكرابين رح نضوي شموع، وكل واحد بحب يحط شمعة عن نية أحد فقده بحياته من أعزائه بيقدمها وبيحطها على المذبح مع تقدمة القرابين. ثم بنهاية هالقداس كلكم بتعرفوا وسمعتوا بفقدان إيليو يلي تلاميذه اليوم اللي بيعلم الرقص، تلاميذه اليوم بإيليو دانس أكاديمي حابين تخليداً لذكراه يعملوا رقصة لاتينية لذكراه وذكرى جميع الضحايا. هالرقصة بتكون مباشرة من بعد القداس بالساحة البازيليك فوق. بتأمل من الجميع تشجيعاً لهالأكاديمي وتخليداً لهالذكرى نشارك فيها. إذا بعد القداس مباشرة نتوجه للساحة لبرا اللي ما بتاخد أكثر من 5 دقائق بهالرقصة هيدي. وبما أنه اليوم نهاية سنة الرحمة بمزار سيدة لبنان، بنضم صلاتنا لصلاة كل المؤمنين من أجل هالناس هودي، وبنطلب شفاعة العذراء مريم اللي هي بشفاعتها تترقف فيهم وترحمهم ويكونوا بالسماء مع الملائكة والعذراء والقديسين. نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى
أحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. خلي الأولاد يطلعوا لفوق إن شاء الله. خلاصنا وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وخبر وقام في يوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يشهد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. إيتي الوت مربح دلوه والوت ألوه دم حادي تليوت وينو بسوغو الطيبوتوخ أعول البيتوخ وسغود بهايك لوت كوتشو صلى وعلى إيمة المراد لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطبوية والدة الله مريم ومارمرون وجميع القديسين. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة، جميع قضاء ضحايا السير الأموات منهم ولشفاء الأحياء، واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان.
المجد للآب والابن والروح القدوس من الآن وإلى الأبد. أيها الآب القدوس، امنح بيعتك الأمان والسلام والمحبة الدائمة، ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل آن وإلى الأبد. السلام لك يا مصباح الله، السلام الأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم يا إخوتي. نستحق الآخرة الصالحة المعدة لأهل السلام، ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. لك يا رب نقدم هذه الأسرار المقدسة لكي تحررنا بها من آلام الخطيئة وتؤهلنا لأعمال البر، فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركات وحلول الروح القدوس معكم يا إخوتي إلى الأبد. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. نشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق بالقلب والعقل واللسان نشكرك اللهم الآب والابن والروح القدوس، يا من أنت هو الإله الواحد الحق، وفيما يختلط شعبك المؤمن كل اختلاطا روحانيا بالجموع التي لا ترى والصفوف التي لا تحصى يمجدونك جميعهم تمجيدا ثلاثيا هاتفي. قدوس شودي لما بتحاي نساب اللحم بيدا وقادي شوتو وبارخ وقادش وقصو يا بالتلميدا وكدو مار ساب أخول منك الخون
حلوف يكون وحلوف ساقية ما تقسي ومتيه الحوسو يضحو بي والحاي دلعو لم علمي هو خانو عالكوسو ومن حمره من مايو بارخ وقادش ويا بالتلميدة وكدمار سابشتا ومنه كل خون هونو دنيتا مودي للدياتي قحداتو دحلو فيكون وحلف ساقية متشد ومتهب الحوصو يضحو بي والحاي دلعو لم علمي وزاد على ذلك هذا الإضاحة قائلا كلما اشتركتم في هذه الأسرار اذكروا موتي ودفني وقيامتي حتى مجيئي اذكروا موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا لا ننسى يا رب الآيات العجيبة في تدبيرك الخلاصي والآيات الرهيبة في مجيئك الذي فيه ستجازي كل إنسان بحسب أعماله ولذلك تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف وبك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا ما رهب ساعة أحبا ينحدر فيها روح الحي القدوس ويحي على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلينا خاشعين استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان كيري أليزون كيري أليزون كيري أليزون فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا ولتجعلنا هذه الأسرار نحن المشتركين فيها نتنعم معك يا رب ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد كن يا رب لبيعتك ولرعاتها حصنا منيعا ضد التعاليم الضالة وأضد أبائنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي ومار أطوان نبيل مطراننا والأب العام مالك بوتانوس وسائر الأساقفة المستقيمين الرأي لكيما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك نسألك يا رب
نصلي على نية عائلات ضحايا حوادث السير، ونطلب منك يا رب أن تعضدهم وتضع السلام والراحة في قلوبهم وتخفف من آلام فقدانهم لأحبائهم. ونتمنى يا رب أن تأخذ الضحايا بين يديك لكي يحيوا معك ويتنعموا بالمجد السماوي. نسألك يا رب. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. يا أمهات الحزانة، هيدي الجملة إذا قلتوها من قلوبكن بترتاحوا كتير، لأنه مشيئة الله معنا هون وبالسماء. عن تجربة بفلزات قلبي اثنين، علوان وماري كلير، هني عبروا بس علموني قول بهالدنيا لتكن مشيئتك يا رب. وسلم بإيمان ورجاء كامل باقي حياتي. أنتو يا أمهات لبنان والعالم، بصوت واحد منقول الرحمة لأولادنا والإيمان منك يا رب منطلب. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. عن روح شهداء طرقات يلي فلوا وتركوا بقلوبنا حرقة وبعيوننا دمعة، لقلوب أهلنا الموجوعة ولنفوس يلي بينقصها إيمان للتسليم بمشيئة الخالق، للأفواه غير المستعدة لشرب هالكاس المرة، لكل هالملايكة عن بين السماوي، لملايكة أنا وملايك كل محبينه إليو غفري، إليك يا رب نطلب. فما ربح العمر إلا ساعة من الصبر، وما ربح السنين إلا ثوان ولحظات من التأني والحكمة والتفكير. نصلي لأجل ضحايا من أراد السير قدما غير آبه لإهمال من له لم يأبه، فضللته السرعة ووقع ضحية الغفلة تاركا عواقب الحزن والألم والتعب يملؤون الآخ في قلب أم وأخت وأخ على غيابه المر. هي الناس تملأ الطرقات، نجهم يا رب من خطر السرعة ومن خطر الآخر، واعطهم قوة التركيز والحكمة ليروا في البعيد والقريب نورك بالتأني، وأيضا خطر السرعة التي تقتل وتشرد وتيتم وتقهر فيتفادونها. نسألك يا رب. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. يا رب قوي كل ضحايا السير، يخلوا حزنهم يكون وسيلة ليوعى المجتمع لأهمية الوقاية من حوادث السير. دول العالم المتطور نزلت نسب حوادث السير 80%، ببلادنا النسبة كانت عم ترتفع. إن شاء الله نصلي نحن وياكم للمسؤولين بالدولة والبلديات يوعوا لواجباتهم، وللمواطن يوعى لواجباته، لنقدر نخفف هالكمية الكبيرة من الأحزان يلي عم تتنقل على طرقاتنا. إن شاء الله نصلي ينجح العهد الجديد وتنجح دولتنا وينجحوا أفرادنا يعملوا قيمة لحياة الإنسان بلبنان. لتكن مشيئتك يا رب.
للموتى المؤمنين الذين خلصوا بموت ابنك الوحيد، فإذا خلصنا من الموت ونجونا من الجحيم ونهضنا من مطامير التراب عظمت علينا وعلى أمواتنا نعمة ابنك الوحيد الذي نرجو بواسطه نوال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغيرها. أهلنا يا رب وأمواتنا بنعمتك إلى التنعم بملكوتك السعيد مع التجديد بالقيامة العامة، لكي يمجد بهذا وبكل شيء ويمدح ويبارك ويبجل اسمك المبارك الكلي الوقار مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك لك المجد إلى الأبد. افتح يا رب أفواهنا وشفاهنا، قدس أجسادنا ونفوسنا، طهر عقولنا وضمائرنا، فنهتف إليك متضرعين يا أبا المراحم ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف اليوم، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر من خطايا علينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد يا أبت الآبدين. اجعل يا رب ما يؤذينا ويخسرنا يتحول عاجلا إلى ما يفيدنا وينفعنا، فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. احن رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناول، واقبلوا البركة من الرب. نعمك وبركاتك وهباتك الإلهية كلها وتحل غزيرة على بيعتك ورعاياك وديرتك، ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحا ينظر كل واحد منا إلى الله.
يسأل رحمة الحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. أب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب، لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله، قدس أجسادنا لسانك. ارحمني يا الله، ارحمني يا الله، كعظيم رحمتك وكمثل رأفتك، امحو مآثمي يا ارحمني يا الله، اغسل لي كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، طهرني اغسل لي كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، طهرني لأن وحدك خطئت والشر قدامك صنعت، لك وحدك خطئت والشر قدامك صنعت يا الله، ارحم وروحك القدوس لا تنزعه مني، لا تطرحني من أمام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، نجني من الدماء، نجني من الدماء، ولك يليق المجد يا الله، لك يليق المجد يا الله، ارحمني يا الله.
أعزائي المؤمنين، كل الموجودين بساحات معبد سيدة لبنان وحابين المشاركة بقداس الأطفال على الساعة 12:30 توجهوا للبازيليك الكبيرة. على الساعة 12:30 منحتفل بقداس الأطفال بالبازيليك الكبيرة. كمان لكل المؤمنين يلي أول من صيفية ما إجوا على مزار سيدة لبنان، نعلمكن إخوتي إنه إدارة مزار سيدة لبنان أنشأت حديقة خاصة بالعيال بالأطفال بالشباب كل سوا، يعني صارت العائلة بتقدر من بعد القداس تكون مرتاحة ومبسوطة. البوابة دغري يعني تحاجز الجيش عند القناطر بتنزلوا من هونيكي، انتو بتكونوا مرتاحين وأطفالكم بيكونوا مرتاحين. وبذكر انه هالحديقة بتفتح أبوابها كل نهار أحد، خلال الأسبوع أكيد فاتحين ولكن نهار الأحد بتكون مجانا لكل الأطفال ابتداء من الساعة 11 للساعة 6 مساء. أنا بدعي الجميع حتى لو ما كان عندكم وقت إخوتي، انزلوا أنتوا وأطفالكم ولأنه 10 دقائق شوفوا هالشي الحلو يلي انعمل. إذا بدكم عملتوا إدارة مزار سيدة لبنان هو اهتماماً بكل مؤمن بيجي من بعيد أو من قريب، من بعد ما يقدس يلاقي محل بيقدر يرتاح فيه هو وأطفاله. هلأ برجع بذكر أنه على الساعة 12:30 القداس بالبازيليك الكبيرة. ومثل ما كلنا صرنا بنعرف انه هلا بعد القداس كل اللي قدسوا رح نتوجه على فوق حتى نكمل برنامج يلي عملته مؤسسة اليازا مع مزار سيدة لبنان خارج البوابة الكبيرة على راس البازيليك. ايها الاب القدوس، ان افواهنا المعتادة للقوت الارضي تشكر نعمتك التي اهلتنا لهذا القوت السماوي. جسد ابنك الوحيد ودمه هو الذي به ومعه يليق بك المجد والقدرة والوقار مع روحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لجميعكم. ومع روحك. أيها المسيح الخبز السماوي، يا من تنازلت فصرت لنا مأكلا غير فان، لا تجعلنا مأكلا للنار التي لا تطفأ في مجيئك الثاني، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين.
اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مسبح الرب الغافر، وتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد له المجد إلى الأبد.